احنا حاليا عندنا 4 مصابين. احنا اللي يطلع عندنا بوزيتيف نحول المستشفى الحلبوسي راسا. ما بقي عندنا هو هذا سياق العمل اللي عندنا ماشيين عليه. فكم الفحوصات وكم الاجراءات وناخذ له فحص المفراس السي تي او ناخذ له المسحه. اذا طلع الموجب بالحاله يتحول كمرحله انتقاليه يعني احنا بس. شلون انتم تشكون تعرفون انه اكو شك بالموضوع؟ هم دي يفحصون له؟ لا احنا يجينا الاعراض ماله اعراضه اعراض كورونا. فاذا جاء اعراض الكوفيد نرجع ناخذ له الفحوصات للتاكد واثبات المرض. اثبات الفيروس نثبته بالسي تي ونثبته بالبي سي ار المسحه. طيب ثم تحولتوا قبل يومين ثلاثة اسبوع؟ والله حولنا تقريبا 10. كان موجب. احنا ما نحول اذا ما موجب. واكو منهم يطلعون على مسؤوليتهم حجر منزلي، اذا كان الاكسجين ماله بنسبه عاليه فوق 90 يقدر يوفر له اكسجين بالبيت ويقدر ياخذ علاجاته بالبيت وينحجر بالبيت بغرفه وحده ياخذوه حجر منزلي. حاليا الاربع شو وقت يعني ان شاء الله اليوم يعني هسه دزيناهم على السي تي يجيبون لنا تقارير السي تي مالهم المفراس. إذا طلع موجب نحوله. تنتحولهم إلى مستشفى الحلبوسي.